بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، شلونكم؟ الله يعطيكم محمد من قناة أعزائي مافيا، شباب فيديو جديد وحلقة جديدة. مثل ما وعدتكم شباب على الفيسبوك توزيع فلوس للمشتركين في جراند فايف. طبعا يا شباب عارف هالشغلة جدا خطيرة، وما بنصح أي شخص يعني يهكر الجراند فايف، لاني شركة روك ستار يا شباب راح تهكركم حسابكم اكيد. بس بما انه انا عندي الحمد لله حسابات كتير ما راح اسي علي، راح اول حساب تاني حساب تالت حساب بنجيب 10 حسابات. فالمهم نوزع يعني فلوس للمشتركين. بس يا شباب انا ما راح بلش توزيع للمشتركين لحتى يصير هالفيديو الف لا. خلينا اول شيء شباب نبلش بتوزيع اول فلوس. طب فرجيكم شباب شو راح نوزع فلوس. ممكن شايفين الله هون قدامكم عشان مع الدليل هي قدامكم. طبعا خايف انا هون تهكير عشان ما حدا يهكر، لاني راح تخسروا كتير، ما في داعي تهكروا انتو. طب خلينا ممكن شوفوا شباب الله هون، خلينا نطلع منه ونبعد الشاشة شوي. ممكن شايفين شباب هي عم بلش توزيع. طبعا شباب هون كل 5 دقايق 10 دقايق بيجيك مليون. يعني تخيلوا شباب هيك تفتح المضارب مجرد ما عندك عم تفتح الله هيك 5 دقايق 10 دقايق مثل ما كنتوا شايفين عم بيجي مليون. هلا معي مليار انا حاليا، راح يجيك مليون بعشر دقايق او ربع ساعة مثل ما كنتوا شايفين. طبعا شباب انا قلت لكم ما راح بلش توزيع، اذا انت عم تشوف الفيديو جديد بهالقناة ما راح بلش توزيع لحتى يصير هالفيديو 1000 لايك 1000 لايك. راح احط لكم تحت اسمي بالديسكورد واسمي بالجراند فايف، اسمي عزام مافيا بالجراند فايف واسمي بالديسكورد كمان عزام مافيا. بحب يضيفني يجي على الديسكورد ما في اي مشكلة. راح يصير بعد ما يصير عندي 1000 لايك. طبعا شروط يعني انك اساعدك اشترك بالقناة تعمل لايك لهالفيديو تدعو اصدقائك على القناة، هي جدا سهلة. وبرجع بقولكم ما بنصح ابدا بتهكير اللعبة ابدا ابدا ابدا، يعني راح تير حسابكم. فانا مالي سهل الحساب راح اجا مو مشكلة. ماشي شباب ليفلو 201 بحسب اسوي 8000، انا كمان ما عندي اي مشكلة بس ما راح اسوي 8000 حاليا. موزع طبعا صار لي ساعه بحكي وعمر لهلا ما حكى. عمر احكي لك شيء كلمه للمشتركين. يعني انا بيرك على بلم مالي فاضي. بيرك عم تلم مالك فاضي ما طبعا عمر شد بتطور للمليون لما ما في دايتين، يعني اذا كان النت طبعا اذا كان النت قوي طبعا ايه اكيد اذا كان النت قوي بدايتين بنجمل له مليون. يعني ربع ساعة بدي من الله 5 ملايين وتضل ماشي 5 ملايين بربع ساعة. والله ما يجوا المشتركين عندي جمعوا 5 ملايين بربع ساعة أول شيء. طبعا شباب لا تخافوا أنتوا على حساباتكم، حساباتكم ما بيأثر على شيء عليكم، ما بيأثر عليكم شيء أبدا. قلت عم بتلموا بطريقة شرعية، أنتوا مالكم علاقة، أنتوا مجرد إجاكم هاكر اسمه عزام مافيا هو عم يعطيكم فلوس. العقوبة راح تجيني إلي، بس العقوبة تجيني باللعبة يعني يتبند حسابي باللعبة. معلش بس ما ينزل الفيديو، هي مشكلة المشاكل. يروح الحساب شباب ما هي مشكله، نجيب غير حساب بكل سهوله. يعني فهمت على شلون شباب؟ كله حقه $65 حق الحساب باللعبه، $65 حق الحساب، 65 ل $70 حق الحساب. بس ما يجيني او ينزل الفيديو، معلش والله ينزل الفيديو مو مشكله كمان بسوي غير فيديو. ما كنت شايف شباب شوف جماعه اليوتيوبريه بلاغات مثل كذب عليك اكيد الله يبلغوا لا يشبعوا هن. طبعا الله بكره بعلمكم شباب شوية طرق توزيع الفلوس، بعلمكم شلون تغيروا الفصول فوق باللعبة، بعلمكم. بس طبعا ما بنصحكم تاكلوا اللعبة لا شباب، يعني راح يطير الحساب ولابد منه. يعني روك ستارك شباب شركة جدا ذكية اكيد راح تطير كل الحسابات. طبعا بنشوف شباب هذا البانكر اللي عندي، هذا البانكر. عمر عم تفصل عندك ما؟ ايه شبكة ضعيفة عندي. اكيد شبكة ضعيفة عندك، بس بدها توزيع شباب ما كنتوا شايفين. يعني الله هون كل لفة عمر، كل لفة شطعة بيجيك تقريبا يعني 80000، كل لفة 80000 يعني إذا ضليت شوي يعني بيجيك كل لفة 100000. بس كمان ممكن ما بتروح حساب الشبكة لأن أيام عم تمشي بتلف ما بعد المصاري، كل طيب. كنت عم تاخذ مصاري ما بتزيد. طيب اوكي شباب حاليا انا راح افصل فيديو لحد هلا هيك، ما راح اطول فيديو اكثر. هيك ما قلت لكم شباب ما عليك تشتركوا في القناة، اشترك بالقناة وتعملنا لايك لهالفيديو. بس صار لك راح بلش بالمشتركين، ضيفوني بالديسكورد ضيفوني باللعبة شباب، راح اقبل طلبات صداقة
لا تنسوا تفعلوا زر الجرس وتدعوا اصدقائكم على القناه. يلا شباب، ده الفيديو كما قول محمد، تابع قناه زي المافيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.